التحية لكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا وعليكم أزمنة عديدة وأيام وسنوات عديدة بإذن الله. التحية لكل المشاهدين وهم يتحلقون حول الشاشات لمشاهدة هذا الإطراب الراقي والاستماع أيضا لما يرتقي لذوق المستمع السوداني والعربي. نحن الليلة موسيقتنا عربية بحتة ومن طعم وطابع خاص. هذه الموسيقى التي كان لها دور كبير جدا في الارتقاء بمن يتذوقها، وأيضا تعدد الحضارات وتدرجها إلى أن أصبحت في الشكل الحالي الذي نستمع إليه. سعيدة جدا أن يعني يكون في هذه الحلقة معي من هم أهل ذلك ومن هم متخصصون في هذه الموسيقى، الموسيقى العربية تحديدا. أنا برحب بهم الليلة داخل الاستوديو، وأبدأ بالترحيب بالدكتور الماحي سليمان، أستاذ الموسيقى الشرقية بكلية الموسيقى والدراما. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، والتهنئة موصولة لكل الشعب السوداني في هذه الأيام الطيبة. اهلا بك. وزي ما ذكرت انت الليله حتكون يعني خلينا اقول الوعاء الذي يحمل الهيستوري لهذه الموسيقى العربيه، حتكون انت الكتاب المفتوح الذي يعني يتلقاه المشاهدين عبر الحضارات التي تدرجت فيها الموسيقى العربيه الى ان ظهرت في هذا الشكل. فمرحب بك مره ثانيه. ايضا ارحب بحسام عبد السلام، مؤلف موسيقي. أنا برضو بقول لك كل سنة وأنت طيب معنا الليلة، وسعيدة جدا بحضورك. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وأنت طيبين، والشعب السوداني بألف خير، وإن شاء الله نوعد المستمعين بسهرة جميلة وفي حضرة الأستاذ الذي تعلمنا على لديه. نعم. سحر الموسيقى الشرقية الأستاذ أمونة. نعم إن شاء الله. بما أنك رحبت بها قبلي فأنا حعيد الترحاب مرة أخرى، وسعيد جدا مشاهدين نكون معنا واحدة من الشابات التي صدحنا في الساحة مؤخرا، يعني شابة خلينا نقول تخطت مراحل كبيرة جدا في سنوات قليلة، لها شأنها الخاص ولها خطها الخاص وطابعها الخاص أيضا. وأنا مجدي، أنا سعيدة بك برضو أنك تكوني معنا في أيام العيد دي. كل سنة وانت طيبة. مرحبا بكم، كل سنة وانت طيبين. يديك العافية يا رب. ودائما الفنانين بما أنه صوته ما شاء الله عالي، لكن تلقى الكلام كلمتين ورطاطاها. فيمكن الدكتور الماحي حيكون له نصيب الأسد في الحديث، وأنتم حتفضحوا لنا بالآلات الموسيقية وهي بالغناء. أنا برحب بك وببدأ بك دكتور الماحي. ويعني الموسيقى العربية قبل ما نبدأ في الحديث عنها ونخوض في يعني الكثير من جمالياتها وحيثياتها وتأثير علينا إحنا كسودانيين، نمشي من زمن دخوله وامتزاجه وتدرجه الى ان اصبحت بهذا الشكل. نبدا بالتعريف بها، متى دخلت هذه الموسيقى او الالات الموسيقيه؟ نحن نعلم كلنا انه العرب من الجاهليه كانوا يصدحون ويعني بالترانيم فيما يخص الشعر والموشحات والمعلقات ايضا، بالانشاد بالدف بالاطراب العادي. فدخول الموسيقى والالات كان له يعني زمنه الخاص. انت كدكتور في متخصص في الموسيقى الشرقيه تحديدا، يا ريت لو اديتنا معلومات عن تداخل هذه الالات الموسيقيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا اولا نعرف الحضارات العربيه المتعدده التي مرت في التاريخ الانساني. طبعا بتقاس دائما من البدائيه ثم العصور الأفرنجية. يعني العصور الأفرنجية اللي هي تبدأ البدائية، بعد ذاك بتجي الحضارات الكنسية. نعم. القديمة لحد ما يجي عصر النهضة وعصر الباروك ثم الكلاسيكية ثم الرومانتيكية. نعم. وفي كل عصر من هذه العصور عنده شكل، عنده موسيقى معينة وعنده وقامات وعنده إلى آخره. نعم. بنفس المستوى العرب قسموا تاريخ الموسيقى العربية إلى حقب زمنية. هذه الحقبة الزمنية كما تفضلت بدأت منذ الجاهلية باعتبار البدائية، هناك بدعادل البدائية، وبعد ذلك جاء صدر الإسلام. في صدر الإسلام لم تكن هنالك موسيقى وغناء بصورة واسعة، عليه لأنه المسلمين كانوا منشغلين بالفتوحات. نعم. والحروب وإلى آخره، إلى أن انتشر الإسلام في كل بقاع الدنيا. بعد ذلك جاء العصر الأموي
بعده العصر العباسي، وذيل من أهم العصور اللي نشأت فيهم حضارات فنية موسيقية ثقافية ضخمة. إلى أن جاءت مرحلة الأندلس، وهذه المرحلة عندما تذكر الأندلس وفنيا بنذكر زرياب. زي ما في العصر العباسي، عندما يذكر العصر العباسي يذكر الموصليان، إسحاق الموصلي وإبراهيم الموصلي، وفي العصر الأموي يذكر ود المكي. يعني هذه الخارطة الموسيقية في الوطن العربي عموما خارطة هجين ما بين ثقافات كثيرة جدا جدا. يعني يمكن ما نستطيع نقول الموسيقى العربية هي عربية 100%، ولا نقدر نقول هي تركية 100%، ولا نقدر نقول هي فارسية 100%. كل هذه الحضارات مع بعضها البعض تمازج، حصل لها تمازج ثم وصلت إلى ما وصلت إليه، لكن مع احتفاظ كل حضارة بخصوصيتها النغمية وخصوصيتها اللحنية وخصوصيتها الغنائية. جميل، أنا يمكن حرجع عليك برضو في الحديث عن ما يخص تمازج هذه الحضارات، ولكن حمشي لحسام. حسام، أنت متقن لواحدة من الآلات الموسيقية، بعض الهواة لا يعني يعترفون بالدراسة التخصص، يعني تخصصية الشخص وهوايته وموهبته، وأنت لكن الآن أستاذ أيضا في جامعة الأحفاد فيما يخص الموسيقى. إلى أي مدى تثقل الدراسة موهبة الإنسان وموهبة الشخص وموهبة الموسيقي تحديدا، باعتبار أنه المقام مقام موسيقى؟ فيعني ما شاء الله أنت من الناس اللي الآن تتميز في الساحة بهذه المعزوفات الخاصة بك، فنتكلم شوية عن الناحية دي، ارتباط الإنسان بتخصص دراسة وموهبة وهواية. والله طبعا في البداية الموسيقى هي علم وفن. نعم. طالما أنها هي علم وفن، فالعلم بيحتاج لدراسة، بيحتاج لمعرفة، باعتبار أنه عنده نظرياته، والمعرفة بتقصر لزور المشوار بتاع التجريب في التخبط في الفراغ. نعم. انت بتكون ماشي على هدي نظريات محددة وكده. بالنسبة للموسيقى العربية، الموسيقى العربية برضو بتختلف من الموسيقى من باقي الموسيقات، لأنه مغامات الكثيرة والحاجات دي بتحتاج لمعرفة. طيب بدون معرفة انت حتكون وسط الجوغة الموسيقية زي ما بيقولوا زي الأطرش في الزفة. طيب لأنه كل مغام عنده حساباته وعنده فروع وعنده كده. فحتى في مجال التقاسيم، حتى في مجال التقاسيم، يعني ما أي عازف هو حيقدر يقسم يعمل تقاسيم وكده، لأنه التقاسيم عندها برضو قواعد محددة، وإنه الزول لازم يكون مشبع بروح المغامات وكده. فأنا بالنسبة لي دراسة الموسيقى عموما زي ما قلت لك بتقصر للزول الطريق مثلا بتاع التخبط في الفراغ. بعد ذاك بتفتح لك آفاق. أنا مثلا كمؤلف موسيقي كنت بألف على السجية، تمام؟ بعد ذاك لما بقيت أعرف مثلا النظريات بتاعت الموسيقى، الهارموني، بعد ذاك بقدر أستقي من هذه العلوم. ما حعمل موسيقى غربية مثلا ولا موسيقى زي ما عمل بيتهوفن ولا كده، لكن بستقي منهم باعتبار أنه بعد ذاك الواحد موسيقاته الخاصة، موسيقاته الخاصة بتاعت بلده يقدر يضيف عليها يعني حاجة تكون عصرية. جميل جدا، إذا المعرفة مهمة جدا للفنان وأيا كان خط انتماءه وشنو. طيب أنا حمشي لواحدة من الهاويات والمبدعات وأيضا متخصصة في دراستها والموسيقى ودراسة الموسيقى، يا منى. هل كانت من البداية كانت يعني في كثير من الناس يقول لك والله أنا حلمي أن أكون فنان، حلمي دكتور، مهندس، إعلامي؟ منى كانت تتلمس خطاها نحو النجومية فيما يخص الفن، أم كان محض صدفة لقد كبرت لقد صوتها جميل وخشت كلية الموسيقى؟ هو بصراحة أنا من البداية خالص يعني بحب الغنى وبحب الموسيقى بشكل عام، من وأنا في سنواتي يعني الدراسية الأولى كده أو الابتدائي والثانوي وكده، ودرست في مدرسة أوريدي فيها يعني حصة موسيقى. فبعد ذاك كنت بحب آلة الجيتار شديد، كنت بدرسها يعني شوية كده. فلما قررت أخش الجامعة ما كنت يعني خادت إنه أنا حدرس موسيقى طوالي. بعد
فترة بسيطة يعني قررت إنه هدخل كلية الموسيقى، وكنت متخيلة نفسي إني هقرأ يعني جيتار. في البداية مشيت في المشروع ده. في الوقت ذاك رئيس القسم بتاع كليتنا يعني ربنا يديه الصحة والعافية، فهو قال لي اقترح لي يعني قال لي انت خشي شعبة الصوت يعني جربي. فقمت دخلت فعلا يعني شعبة الصوت. بعد ذاك لقيت الموضوع ماشي كويس. مشى معاكي. لكن في الاول كانت كهواية عادية يعني بغني في المدرسة. جميل كده. طيب انت من المدرسة الان في واحدة من الاستوديوهات، فحتسمعينا شنو كده بداية؟ بداية ممكن نسمع شايف البحر شو كبير للأستاذة فيروز. نعم فيروز يعني من الجميل أنه لها قاعدة جماهيرية سودانية أيضا تخطط اللغة العربية والإقليمية وأيضا في السودان، فنحن نصدح بصوت فيروز في هذا المساء وشايف البحر شو كبير. نستمع. Thank you.
مرحبا بكم من جديد، وشكرا لك يا منى على هذا الإطراب الرائع لفيروز، وهي تتجلى في هذا المساء بأغنيات رائعة. وارجع لك دكتور الماحي، وانت كنت بتتكلم عن تدرج الموسيقى العربية إلى دخولها ويعني بروزها بهذا الشكل الحالي. أوروبا تدين للعرب بدخول آلات موسيقية كثيرة، يمكن من أهم يعني الآلات هذه الوترية تحديدا، العود والجيتار وغيره من الآلات أيضا والكمان، تمازجها إلى أن أصبحت، أنا أقول أنه الآية عكست، بقى في يعني للأسف أنه القاعدة الجماهيرية العرب الموسيقى الأوروبية طغت على الميوزيك العربي، فبنلقى انه في استماع اكثر للموسيقى الاوروبيه. ما عارفه الآية اتعكست كيف، لكن نحن نتكلم عن دخول الالات دي من 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 العرب الى اوروبا، والى ان اصبحت اوروبا الان تمتاز فيما يخص الموسيقى والات الموسيقى. ومن ثم زي ما قلت لك للاسف، انا ما عايز اقول انه كثير من الموسيقيين بداوا يتخلوا عن هذا الارث الموسيقي، لكن الشباب في عزوف الى الموسيقى الغربيه اكثر. والله هذا سؤال ما شاء الله صعب ومتشعب جدا. نعم. ويعني نبدا من بدايه دخول الالات العربيه الى اوروبا. يعرف انه العرب هم اصحاب حضارة قديمة جدا وأصحاب مبادرات، ويمكن في مجال في كل المجالات، في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال العلوم الاجتماع، في الفلسفة، في وهكذا. بنفس المستوى أوروبا استفادت كثير جدا جدا من الآلات العربية اللي هي دخلت أوروبا بعدة طرق، يعني من ناحية تاريخية الناس ما داير يتكلم، لكن مثلا العود العربي كان في يوم من الأيام هو الآلة الأساسية في كل أوروبا، لأنه دخل أوروبا عن طريق إسبانيا وانتشر بعد ذلك في كل أوروبا إلى أن حل محله البيانو. يعني شوفي العود كان آلة أساسية في أوروبا. يمكن ما إنه يعني ما يعني إنه ما زال محتفظ باسمه العود إلى الآن. أيوة. هو بالزبط. يحتفظ باسمه. نعم. وآلة العود يعني خدمت الموسيقى الأوروبية خدمة كبيرة جدا، وكانوا بألفوا لها يعني كونشيرتات وكثير جدا من المعزوفات الموسيقية، وأثرها إلى يومنا هذا موجود. لو جينا الكمان برضو آلة عربية اللي هي الفيدل، طوروها عملوها كمانجة. الناي بتاع الراعي عندنا القديم عملوه فلوت، وعملوه أبوة وهو برضو الكلارينيت، وهكذا يعني تشعب، يعني شالوا الآلات دي وطوروها وبالتقنية لما بقوا سيادة. لا بقوا بقينا نحن نستوردها. نعم صحيح. وهكذا يعني بنجد، لكن في الآخر يا إخواننا نتكلم عن الحضارة الإنسانية كلها حضارة واحدة. نعم. وبتاخذ من بعض، ويعني هم يمكن فعلا طوروا هذه الآلات إلى أن ظهر آلة الكيبورد أخيرا، والأورغان والسايزر، يعني دي كلها آلات فعلا آلات جميلة وآلات حتى الناس من كثير جدا من المشاكل. لكن هذا لا يلغي ولا ينفي أبدا آلاتنا الشعبية التي نفتخر بها ونعتز بها، ونعتقد إنها هي بتشكل خماسيتنا ورغميتنا السودانية الأصلية. يعني جميل جدا. ويعني تأصيلك للآلات دي برضو احنا حنكون لنا حديث عنه، تحديدا الآلات اللي احنا تحديدا في السودان ما زالت موجودة، وما زالت يعني من الآلات اللي بنقول لها نكهتها الخاصة من كثير من قبائل السودان. عندنا الأدنغو، عندنا الرنغو، عندنا البالمبو، عندنا الطنبور، عندنا الكوندي، وعندنا الربابة، وعندنا الوازا. يا سلام. أنا كنت بحلم بالمناسبة في يوم من الأيام أكون أوركسترا سودانية خالصة ما فيها ولا آلة غربية. وبدينا التجربة في
الفرقة القومية للآلات الشعبية سنة 94 95 وفعلا قطعنا فيها شوط كبير يعني ممكن لكن المشروع ما استمر لكن توزع لفرق كثيرة يعني الفكرة موجودة وصلت يعني وصلت الناس وإن شاء الله ترى النور بإذن الله إن شاء الله. حسام أنا حرجع عليك وأنت ذكرت أنه يعني خصوصية أو تخصص الهاوي مع موهبته والدراسة أيضا لكن الموسيقى العربية تحديدا نحن ما ننكر أنها هي أثرت في موسيقانا داخل السودان يعني. أنت كموسيقار أو موسيقي بتشوف أنه هي أثرت إلى أي مدى حتى في ما أنت أكيد حتكون عندك معزوفاتك الخاصة طبعا. وبتحب أنها هي تكون خلينا أقول مزيج ما بين عربي شرقي غربي فإلى أي مدى أنت بتشوف كموسيقي أثرت هذه الموسيقى العربية بتدرجها إلى أن وصلت لأفريقيا ومن العرب ومن أوروبا أيضا؟ والله امتدادا لكلام دكتور الماحي الموسيقى العربية أثرت في السودان. أول حاجة دخول الآلات كانت بواسطة العرب للسودان زمن الفتح دخل العود ودخلت الكمان نعم. بعد ذاك موسيقارنا العظيم خليل فرح نعم. يعني أنا بالنسبة لي مثلا أغنية عزة في هواك بيعتبرها هي نموذج للغنية السودانية الحديثة تمام بغض النظر عن النموذج اللي كان في بتاع الحقيبة وكده لكن اللزمات طبعا خليل فرح زي ما عارفين انه هو اتعلم العود على يد الشوام يعني بعد ذاك هو كان بيسمع الطقاطيق بيسمع الادوار المصرية وكده فلما قام عمل حاجات سودانية الحان سودانية عمل في استفاد من اللزمة مثلا اللزمات الموسيقية استفاد من القالب بتاع الغنية لكن عمل في شكل خماسي وده نحن بس بنتميز به مثلا بعد ذاك لاحقا شكل الغنية ذاته هو متأثر بشكل الغنية العربية لكن بطريقة خماسية يعني مثلا أسئلة نلاحظ ألحان الأستاذ محمد وردي الأستاذ عثمان حسين الجماعة ديل كلهم المقدمة الموسيقية ما كانت في مقدمة نحن إرسنا الحقيبة ما في مقدمة موسيقية الناس اللي استفادوا من الحاجة دي عمل المقدمات الموسيقية بعد ذاك من خلال السينما الأفلام اللي كانت بتعرض حقت محمد عبد الوهاب محمد فوزي الفنانين كانوا بيخشوا السينما الناس الكبار كلهم كان من رواد السينما يعني من خلال السينما إغاعات كثيرة وفدت إلينا من خلال السينما تمام بعد ذاك هم واحد بيمشي بيسمع وبيعمل الحاجة في طابع سوداني نعم. المامبو والتانجو والعشرة بلدي ودي كل حاجة بيسقط الإبداعات دي على موسيقى السودانية أيوة. يعني نعم. أنا دي الحاجة اللي بتمناه إنه نحنا ما يعني أصلاً نحنا بنعزف موسيقى عربية أنا بحب الموسيقى العربية جدا أستاذ منى بيحب الموسيقى العربية ما دار نحنا بنستفيد منها تمام وزي ما قال أستاذ الماحي دكتور الماحي هي ده باعتباره إرث إنساني من غير ما نلغي حاجتنا بالضبط من غير ما نلغي حاجتنا نستفيد منها ما بننكر فضلهم علينا وبعد ذلك نقدر نعمل حاجتنا نحن بالاستفادة من الحاجات ممكن حاجتنا خاصة إحنا لما نضيفها عليها هي اللي تبدع أكثر بالضبط نمشي لمنى ومنى يعني أنت من برضو أنا قلت يعني في بداية حديثي إنه أنت تميزت بخط خاص فيك في ترديد أغنيات عربية فأنا عايزة أعرف منو من الفنانين الكبار دي نحن يعني برضو متأثرين بكم فنان عربي كده ليهم جمهورهم وقاعدتهم الخاصة داخل السودان منو من الفنانين العرب منى بتحس إنه هي ترديدة لأغنياته لها وقعها الخاص حتى تناسبه مع صوتك الفنان معروف إنه ما حيغني حاجة لو ما ناسبك صوته فأنت منو من الفنانين الكبار ديل واللي حتدهجينا أيضا بسماع أغنياته فيروز طبعا في المغرب يعني أنا بحب فيروز شديد وأغانيها جميلة بحب أم كلثوم برضو عبد الحليم بحبهم خالص أم كلثوم دي يعني حاجة براك كده وما تخوفتي طيب من ترديد أغنيات يعني عمالقة زي دي خفت شديد طبعا لكن في النهاية غاية تجرأتها هو غنيت مشيت معاك يعني قولي قبل شوية طيب لكن يعني مثلا أنا فيروز بحبها أكتر ليه لأنه مثلا شكل أغلبية أغنياتها يعني بتتميز بالحاجة اللي اسمها الطقطوقة صح؟ الحاجة الصغيرة تقاطيق يعني أغنية صغيرة مثلا ما زي أم كلثوم طبعا الأغنية كبيرة وطويلة واللحن كبير في مغدمة وشنو شو كتير الناس معنا إحنا ذاته شكل الغنى بيكون كيف
وممكن تكون ياسي انت حاليا يعني مجهزه كم اغنيه من الاغنيات المحببه الى قلبك؟ حتسمعينا شنو؟ احنا ممكن نسمع حاجه يعني ممكن نسمع لأم كلثوم حاجه مقطع صغير بس طبعا ما الاغنيه كلها عشان الاغنيه كامله معناها حنلغي الحلقه كلها حنلغي الحلقه كلها Oh,
شكرا لك يا منى، وتحية لك من جديد على هذه الأغنية الجميلة. وبرجع لك دكتور الماحي، ومعروف هالمقامات هي مجموعة من الأصوات محصورة في صوت وتكراره وجوابه، وتتعدد المقامات بتعدد الأمكنة والجغرافية الموسيقى التي صدرت منها، النهاوند وحجاز وسبا وغيره من المقامات. ذاكرتي كويس ما شاء الله، ذاكرتي كويس شديد، عشان شنو احاول قدر الامكان. فنمشي لسلمنا الخاص نحن كسودانيين الخماسي، ومعروف انه يعني من الحقيبه الى الان ما زلنا متمسكين بهذا السلم، لكن يعني حديث الان ودارك انت تفند لي الحاجه دي باعتبارك دكتور متخصص، ليه ما موسيقاتنا المتمسكين بها شديد دي برزت لدى بقية خلينا أقول الأقاليم بقية العالم؟ الآن بدأ نوعا ما ترى النور عند بقية الشعوب، لكن ليه إحنا متمسكين بالسلم الخماسي ده دون بقية يعني الطبقات والمقامات؟ وليه برضو ما رأت النور وما بقدر التنافس زي بقية المقامات الأخرى؟ والله انت دائما اسئلتك مركبه. انت براك شفتها؟ قسمها وجاوب على ايوه لازم. والله ما شاء الله، يعني اول حاجه اسمح لي اشيد ب جميل ب بتنا يوم خير تعامل. انا حاسس اني بتك زي بتك الصغير يعني. منى والله والله مجهود كبير اللي قدمته ده، يعني استمعت لحاجه مميزه يعني بصراحه، يعني ما شاء الله ما شاء الله، اتمنى لها التوفيق وتشيل حيلها. ونفس المجهود اللي قاعدين نسمعه في الغنى العربي ده عايزين نسمعه في الغنى السوداني اكيد. طيب فيما يتعلق بالثقافه الموسيقيه او الثقافه السمعيه، كل دوله او كل منطقه من المناطق بتتميز بنغميه معينه، هذه النغميه بتكون عندها ارث حضاري منذ القدم يعني. فنحن في السودان مثلا منذ القدم الغناء الشعبي ما سابق لكل شيء. نعم. فيبقى هذا الغناء الشعبي يتوجد مع الانسان من الصفقه والطبره والصوت الواحد، ومرينا بالحقيبه والحديث والى اخره. لكن ثقافتنا نحن بنقول عليها ثقافه شعبيه تراثيه. يعني عندنا تراث بالمناسبه ضخم كبير. السودان بحكم هذا التنوع الضخم اللي عندنا، عربي افريقيا، افريقيا عربي، مناطق الحزام السوداني الكثير، الحولنا دي الى اخره، ده كله خلى الموسيقى السودانيه تتنوع وتتلون وعندها اشكال كثيره جدا. صحيح. يعني في منطقه دارفور عندنا ثقافه موسيقيه متكامله. دارفور وكردفان ثقافه متشابهة، لكن لو مشينا قفزنا إلى الشرق بنجد ثقافة موسيقية مختلفة من دير. لو مشينا للشمال بنجد الدليب وهكذا، بنجي الوسط هني شندي والمناطق اللي بنلقى العرضة والسير فنحن عندنا ثقافات موسيقية، يعني كل ثقافة، وده كله بشكل ثراء فني. صحيح. ممتاز جدا جدا. ولذلك نحن نعتقد أنه الفرق بين الموسيقى الخماسية والعربية فرق كبير جدا جدا. نحن نغمة السيكا أو نظام الإربع أو نظام الموسيقى الشرقية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط عموما، يعني حتى لو قسمنا للشام وشمال أفريقيا كله ومصر وهكذا، لكلها مناطق اللي هي المقام العربي. كلهم بيغنوا بالمقام العربي. يعني موسيقى قريبة من بعض، لكن احنا الخماسية حقتنا دي بتميزنا برانا. بتميزنا برانا يعني لما نقول السودان سلم خماسي خلاص معروف، اثيوبيا سلم خماسي، الصومال سلم خماسي، جيبوتي سلم خماسي، هكذا يعني كل منطقة الحزام. إذا الجغرافيا جغرافية البلدان لها دور كبير جدا فيه. وهكذا يعني كله مجتمع، حتى هسه نقول الموسيقى الهندية، نقول الموسيقى الأوروبية، وهكذا، يعني كل مجتمع من المجتمعات عنده ثقافته السمعية وعنده حضارته الموسيقية. جميل. التمسك بها أكيد هو واجب، وهو
يعني دور أساسي في عكس ثقافة هذه نعم المنطقة. نعم كل تأكيد. يلا الشق الثاني من سؤالي، إنه ليه ما برز الخماسي ده كبقية المقامات الأخرى؟ لا يبرز كيف يعني، ما هو ده احنا ما متمسكين به، وانا عارفه وهو يعني ارثنا الاساسي فيما يخص تمسكنا بهذا السلم. انا ما شايفه انه هو قد ينافس الى حد ما بقيه المقامات. بالمناسبه الكلام اللي بيقولوه في بعض الناس كده بيقولوا كلام عجيب جدا، السلم الخماسي ناقص ولا يمكن يتطور ومش عارف شنو، ده كلام خطا فادح يعني. ما في حاجه اسمها ما بيتطور، وبالعكس احنا في كليه الموسيقى شفتوا الكورال قدم، شفتوا التوزيع الموسيقي الحصل والآلات الموسيقية كلها مشاركة بتعزف. فهي دي تتوقف على الشخص منه اللي بيحرك هذا العمل. الكلية بحمد الله يعني خرجت مجموعة من المؤلفين، وهسي أملنا كبير على ولدنا حسام ان شاء الله برضه من المؤلفين ممكن يلعبوا دور كبير جدا جدا في تحريك السلم الخماسي. نعم. بعدين داير اقول لكم كلام مهم جدا جدا. نحن بالمناسبه حتى لو قلنا هارموني كونتر بوينت، يا احنا بالمناسبه في الموسيقى العربيه او في الموسيقى السودانيه عموما، نحن قاعدين موسيقانا الثراء بتاعها ده ما جاي من الهارموني زي ما بيعملوا الاوروبيين، جاي من حاجتين، الارتجال والتنويع. نعم. يعني احنا موسيقانا تتميز بالارتجال. العازف ده اثناء ما بيعزف بيرتجل حاجات بتجيه عفويه في نفس اللحظه. بيرتجلها. واثناء ما بيعزف برضه بيعمل تنويع في الاداء، يعني ما بادي النوت الموسيقيه الاوروبي لما يكونوا كاتبين له نوته موسيقيه ما لازم يعزفها هي بالضبط. ما يقدر يزيح منها اي بذوره يعني صرامه. لكن احنا هنا العازف بتاعنا ما عنده نوت ولا شيء، شغال توحي له حاجه في راسه يضرب، ودي بتعمل ثراء. نعم صحيح، ثراء فني كبير جدا جدا. بالمناسبه في كثير جدا من الموسيقيين الكبار العرب طالبوا بان الموسيقى العربيه لا تدون، ما يدونوها بالنوته، قالوا إذا دونوها بالنوتة بتفقد أهم خصائصها. نعم. وهي التنويع والارتجال. نعم. وكمان زيد عليها الأنتيفونية اللي هو الأداء التبادلي، يعني دي كلها عناصر من نعم العناصر اللي بتدي الموسيقى الشعوب زخم كبير. جميل، أنا لسه حرجع عليك ولسه حنواصل حديثنا عن هذه الموسيقى وما لها من إبداعات متخصصة. حابش لك يا منى، وبرضو عايزين نسمع. Thank you.
شكرا لك يا منى، والتحية لكل الجماهيرية الواسعة والقاعدة الجماهيرية لفيروز وفيروزياتي، دائما يعني مشهورة بها، فأنا سعيدة جدا في أنه هذا المساء تكون هي ليها نصيب الأسد في الأغنيات. حمشي لك يا حسام، ودائما المؤلف الموسيقي تحديدا يتميز بإبداع إحساسي بحت وخاص. حسام، لو سألتك مقومات المؤلف الموسيقي لما أنت تجي تألف موسيقى عربية سودانية حقتنا خاصة بينا كده، غربية، أيا كان شكل الموسيقى دي، أنت بتشوف مقومات الموسيقار ده تكون شنو؟ والله في البداية مفتكرين أنه الثقافة السمعية المفروض تكون في ثقافة سمعية كبيرة، تمام. بعد ذاك ضروري الاعتزاز بمادتك القومية، نعم. ده بالنسبة لي أنا يعني، بس أنا بحتز جدا بموسيقانا الشعبية، بحبها شديد يعني. أسي مثلا أغلب حاجاتي اللي أنا بألفها بعمل بستفيد من قوالبنا، القوالب الشعبية، الإيقاعات، المقامات الموجودة في. بالمناسبة أنا قبل يومين كنت في حفلة استغربت شديد، بسمع إنه مثلا في كردفان في مقامات، مغامات بيات وكذا. فانا كنت في حفله ولحسن الحظ كنت شاري الكمانجه، جات فرقه من فرقه من ابناء المسيريه، قاموا عملوا وصله. فانا استغربت جدا انه الوصله دي كانت هي في مغام البيات اللي هو مغام العربي المعروف في درجه ركوزه الاساسيه، يعني في الاساسي ده بصورته الاساسيه العربيه تحت القواعد ذاتها. تمام؟ فده ما بينفي انه احنا في السودان عندنا مغامات عربيه وكذا. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك اللي بتميز مش بتميز، لكن انا بس بالنسبه لي بفتكرها مسؤوليه كبيره. يعني انا مثلا انا بالف موسيقى، بعد انا سوداني دار احكي ثقافتي السودانيه، دار ما بتكلم عن احساسي الخاص انا، تمام. بفتكر ان دي مسؤوليه كبيره جدا بالنسبه لي كمؤلف موسيقى وكذا. وزي ما الدكتور يعني السودان مليء بالإيقاعات، مليء بالمقامات، مليء بالأنماط الموسيقية المختلفة، يكون الولد يحاول يعبر عنها ويحاول يوصلها لبرا، دي مسؤولية كبيرة جدا. ما بتبقى إلا بمساعدتكم أنتم مثلا في الإعلام. الكلام اللي بيتقال زي ما أذكر على دكتور الماحي، الكلام اللي بيتقال عن الخماسي وكده، أنا عن تجربة خاصة يعني في حتات كثيرة جدا الحمد لله السودان ابتدى بتجي فرق من برا وكده، فلما نشتغل خماسي بيكون بالنسبه لهم حاجه جميله جدا جدا، وهو ما غريب عليهم باعتبار انه الخماسي ده موجود من زمان. يعني ما اغلب الناس يفتكر انه الخماسي في السودان بس، تمام. السودان ده الخماسي في الصين باعتبار اكبر يعني شعب يعني من ناحيه السكان، عندهم خماسي. كوريا، الهند، الصومال، كذا خماسي موجود في اي مكان. يبقى مسؤوليه الفنان هو بيعرف دي المادة الخام دي يعملها كيف، تمام. انت اشتغل عليها بصورة جميلة، اضيف لها من احساسك الصادق، بعد ذلك يتصل تصل ما تصل لي دي، انت اعمل الحاجة جميلة وخلي المسؤولية تحت الناس التانية. وده دلالة يعني انت لما قلت الان في توافق كثير بين سلمنا الخماسي الموجود هنا والموجود في الهند، نلقى مدى انجذابنا لهذه الموسيقى في الافلام الهندية وغيرها. حجيك يا منى وبرضه حتسمعينا شنو بالإحساس الصادق اللي تكلم عنه حسام لدى الفنان ولدى المؤلف الموسيقى أيضا. حنسمعهم شنو حسام؟ نسمع زي الهوى ممكن؟ ممكن نسمع أيوه زي الهوى لعبد الحليم حافظ. يا سلام. Thank you.
بشكرك جدا يا منى على هذا الإطراب، وأسعد بحضوركم مرة أخرى في هذه المساءات من مسايات العيد. ولو جيتك يا دكتور الباحي وتحدثنا كثير نحن عن تمازج هذه الحضارات فيما يخص الموسيقى العربية، لكن لو جينا برضو للتخصيص على وجه التخصيص بنلقى أنه يعني كثيرا من المستشرقين تحديدا الأوروبيين يعني اعترفوا تماما بمدى أيوة انتماء الموسيقى بجزء كبير جدا للعرب، لكن بعض أيضا العلماء والباحثين برضو بيقولوا أنه الموسيقى شرقية لا عربية، أيضا شعوب شبه الجزيرة العربية في اختلاف. في ناس أنت الآن بتقول لي والله يا أخي هي ليست شرقية بحتة أو ليست فارسية بحتة، فأنا لو عايزة يعني خلينا أقول بحثي يخلي المستمع الآن أو المشاهد يعرف مدى الاختلاف والمقارنة ما بين الموسيقى الشرقية والموسيقى العربية. الموسيقى الشرقية تختلف تماما عن الموسيقى الغربية، وتختلف عن الموسيقى الخماسية بيسموها ديك الدياتونيك ودي البنتاتونيك ديك يعني الغربية أو السبعية، وهنا عندنا البنتاتونيك اللي هو الخماسي. تجي في النص الموسيقى العربية أو الشرقية اللي هي تتميز بما يعرف بالأبعاد بالمتوسطة البعد المتوسط، يعني درجة كاملة ونص درجة وثلاث أرباع درجة بيعزفوا منها ربع درجة، بعض الدرجات بيشيلوا منها ربع بس، شوفي ربع الدرجة ده تتم الأربعة، قلب الطعم بتاع الموسيقى العربية والشرقية دي بصورة خلاها مختلفة تماما. وبالمناسبة دي واحدة من عبقريات العرب بالمناسبة، بدليل انه الان في امريكا وفي كل اوروبا بيدرسوا الموسيقى العربية والشرقية بمقاماتها التي تشتمل على نغمة السيكا، لأن الأوروبيين بيعتقدوا إنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه في السلم الدياتوني أو السباعي ده، بيفتكروا إنه هو خلاص يعني ده وصلوا فيه مستوى عالي، عايزين بعدين يكتشفوا يشوفوا العالم العربي ده فيه شنو، ليه موسيقاهم كده مختلفة، ليه تفاصيله مختلفة، ليه جميلة كده وحلوة كده وبتاع. عشان كده بشوف في فنانين عالميين أيضا الآن بيجوا يمزجوا. أيوة نعم نعم، لانه هم بيقول لك هم وصلوا الى صنميه العلم وبقى قاعد ذاك الاحساس المتجمد يعني ويعني الرومانسيه بقت عندهم ما في يعني وهكذا. لكن ده طبعا كلام عام يعني، لكن لسه بكون في جميل جدا. يعني انت الان اثبتت نظريه انه في اختلاف ما بين الموسيقى الشرقيه والموسيقى العربيه. نعم الطعم مختلف جدا جدا. بيجي الخواسي حقنا هنا او بتاع منطقه الحزام السوداني ده كله، وزي ما قال لك الصين والهند وماليزيا واندونيسيا ودول كثيره جدا من دول العالم بتشتغل بالسلم الخماسي، ودي عندها كمان شكلها وطعمها. نعم وبعدين هذا التنوع ذاته فيه ثراء للتجربه الانسانيه عموما. يعني ما يعني نحن ما بنفضل ان الموسيقى كلها تبقى غربية يعني نغني غنى نوع واحد، لا لازم يكون في غنى نعم. عربي وغنى شرقي وغنى من مناطق مختلفة والأفارقة ذيل عندهم إيقاعات عندهم ميلوديات سبحان الله. يعني لسه يعني نحن حتى لو جينا لهذا المستودع الضخم اللي اسمه السودان ده نحن لسه ما عبشنا التراث ما هبشناه خالص. جميل جدا. برضو حمشي لواحدة من الجماليات ومنى مجدي حتطربنا الليلة برضو بشنو واحدة من الأغنيات الجميلة والعربية بالتأكيد. إحنا ممكن نقول حاجة لسيد درويش. نعم يا سلام. نقول أهو ده اللي صار. يا سلام، وهي أغنية مصرية. أيوة في مصر وفي شعب مصر أيضا. أيوة. بجماليات مصر. يس. نستمع مع بعض.
شعب مصر الجميل، وإن شاء الله رب يكونوا استمعوا لهذه الأغنية الجميلة للرائع سيد درويش. وأعود لك يا حسام، وأنت موسيقي وأي شخصية مجتمعية مناط بها، يعني خلينا أقول كذا التوطيد وتأصيل رسالة معينة، والفنان والموسيقي أيضا له دور كبير جدا في المجتمع. يعني مدى
رسالتك، خلينا أقول إلى أي مدى أنت يعني كموسيقي تعتبر الموسيقى هي موصل جيد لكثير من الرسائل، الحب، السلام، التنمية، إلى آخره من الرسائل التي تسعى الموسيقى أيضا باعتبارها ضرب من ضروب الجماليات في الحياة. فبتشوف إلى أي مدى رسالة الموسيقى تكمن في المجتمع؟ والله يفتكر إن الموسيقى هي من أسرع الوسائل لتوصيل الرسائل اللي أنت بتكلمي عنها لحاجة واحدة. أول حاجة لأثرها في نفس الإنسان. نعم. يعني نحن مرات كثير ممكن الواحد يكون زهجان، ممكن تكون فتران، مجرد ما تستمع لنغم محدد بعد ذلك بتحس بالراحة في نفسك. ما زي ما قال يعني تقريبا ابن سينا، سألوه عن النغم. نعم. قال له عرفنا النغم يعني هو شنو. قال لهم أنغام دي سر من أسرار الله. يعني نحن ما بنعرف، ما بنقدر نعرف، ولكن بنحس بأثره في نفسنا يعني. تمام. الألحان والأنغام عندها سر كبير جدا جدا، وأثر كبير جدا في النفس. بعد ذاك يعني ممكن تكون النغم دي، لسه الناس بتتكلم عن الوحدة الوطنية وكده، النغم ممكن يكون هو واحد من موسيقات الوحدة الوطنية. أنا بالنسبة لي مثلا، الناس اللي بتقولوا كل واحد عنده رأيه الخاص، لكن أنا مثلا من متابعتي وملاحظاتي بفتكر إنه إضافة لكلام دكتور الماحي، بفتكر إنه الموسيقى دي العربية اللي بتكلم عنها دي، أنا بالنسبة لي هي موسيقى إسلامية. تمام. بمعنى شنو؟ الأتراك عندهم فضل كبير جدا فيها. الدولة العثمانية. نعم. الفرس عندهم فضل كبير جدا، والدليل على كده انه لغايه هسه الاسامي بتاعتها معارف الجهاركا وكثير من الاسماء هي عندها علاقه فارسيه. بعد ذاك نفس النغم دي تمشي تسمعه في الهند، تمشي تسمعه في الصين. على امتداد الرقعه بتاعت الدوله الاسلاميه لما كانت، النغم ده مشى معاه هناك، ومع احتفاظ كل منطقه بخصوصيتها النغميه وكده. فبعد ذاك انا بالنسبه لي دي موسيقى اسلاميه. هسه نحن لما نسمع مرات في البرامج الاسلاميه وكده، يجيبوا لك مثلا آلة الغانون، طوالي دي تحس انه والله ياخذ موسيقى دينيه. نحن نقول موسيقى دينيه، لكن بالنسبه لي دي موسيقى اسلاميه، خصوصا في رمضان تلقى الكثير، خصوصا في رمضان. نحن ما بنقول ليه الناس اللي بيتمسكوا بالخماسي ليه ما نعمل لنا موسيقى خماسيه مثلا لبرنامج ديني مثلا. نعم. لكن ما في زول بيحترض انه يقوم يجيبوا له نغمات من الناي او نغمات من لانه دي اثر بقى اثر مرتبط. ايوه. نعم. تمام. بعد ذاك الحاجات اللي انا قاعد اجيب فيها برضو بالنسبه لي قاعد الاحظها، بلاحظ ان موسيقانا الشعبيه منظمه شديد. نعم. موسيقانا الشعبيه منظمه وما فيها اي لخبطه. تمام. زي الموسيقى العربيه، الموسيقى العربيه مثلا تيجي تمسك الذكر عنده طريقته. تمام. المدايح تجي تمسك الطقطوقة زي ما قالت منى، الطقاطيق، الموشح عنده أسلوبه وعنده طريقته، ما عارف في التأليف الآلي برضو اللونجا ما بعرف إيه، كل حاجة معروفة. أي معروف إن ياخد القالب بتاع كده. تمام. موسيقانا الشعبية تمسك الموال أو الدوبيت، خلاص ده دوبيت، أي مشى في كردفان ولا في نادي دوبيت. ما بعرف تمسك المناحة، معروف إنه غنية المناحة دي شكلها عامل كده، مواضيع عاملة كده كده. نعم. كده. نعم. ما في زول بيعمل له حاجة مفرحة في مناحة. تمام. ده قانون. يعني معناته نحن الناس اللي بيفتكروا نحن هم بدائيين ديل. أنا بالنسبة لي متطورين جدا، خدتوا الحاجات في علبة. فعلا. تمام. ده النشيد، النشيد شكله عامل كده. تمام. لكن أنا النقد اللي بوجهه لروحي وللناس اللي معاي في الوسط اليومين دي، الحاجات بقت مشربكة. تلقى زول بيغني شعبي، هو أساسا غنى شعبي، يقوم يدخل لك فيه آلات حديثة مثلا أو كده. الحاجات بقت مختلطة في بعض، تسمع غنية بتاعت حماسة في بيت عرس. تمام. بما أنه مفروض يا أخي بيت العرس ده العرب عندهم أغاني الزفاف معروفة وعامل كده، أغاني الناس لما يجوا من الحج معروفة. أنت يعني ضد التمازج ده؟ أنا ما ضد التمازج. ده أنا لما أنا دار أوريك أنا مثلا الملاحظات اللي بلاحظها. ايوه. الموسيقى العربيه بانماطها بالموسيقى، طبعا الموسيقى العربيه فيها الغنى وفيها الموسيقى. نعم. معروف الموشح، حسنا لما يقول لك موشح طوالي يفتكر ان الموشح ده حاجه باللغه العربيه الفصحى، حاجه صغيره شكلها عامل كده، ايغاعات عامله كده، ده موشح. تمام. نعم. امسك الادوار والقصايد شكلها عامل كده. امسك الغنية السودانيه. الغنية السودانيه الحديثه، هل اسم عندها قالب معروف؟
أنا بالنسبة لي السؤال لا، لكن الغنية الشعبية قواليمة معروفة، ده الهسيس، ده الجراري، ده الكذا، ده الكذا، ده الكذا. أغاني أغنيتنا السودانية الحديثة رأي شخصي ما منظمة، ما قاعدة في علبة. يا نستفيد من غنانا الشعبي أو نستفيد العربي العمل شنو خدت الحياة في علبة تؤطر كما هي. جميل جدا. حسام عبد السلام، أنت مؤلف موسيقي وكنت ضيفا عزيز علي في هذه السهرة، شكرا لك جدا. هو عموما المتلقي السوداني والمستمع السوداني أيضا لا يستهان به في قضية الموسيقى تحديدا، متذوق من الطراز الرفيع. فأنا بشكرك جدا ومزيد من التقدم بإذن الله. شكرا لك مرة ثانية وكل عام وأنت بخير. أنت بخير إن شاء الله. شكرا لك أيضا دكتور ماهي سليمان، دكتور متخصص في الموسيقى الشرقية، شكرا لك جدا على هذا الثراء المعلوماتي، الثروة اللي أنا متأكدة كثير من المستمعين الآن استفادوا فيما يخص الموسيقى الشرقية والعربية والفارسية وغيرها. أيضا شكرا لك جدا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا منى، ايضا اتحفتينا بهذه الاضطرابات الخاصه والرفيعه المستوى، شكرا لك. شكرا. وشكرا لكل من يدرسون الموسيقى وعندهم اهداف خاصه وراء دراسه هذه الموسيقى. شكرا لك. شكرا لك. وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. شكرا لك. مشاهدينا، وصلنا معكم لختام سهرتنا في هذا المساء بمسايات العيد. شكرا لطيب المتابعه، وكانت الموسيقى العربيه هي سيده الموقف في هذا المساء. شكرا لاستماعكم ولمشاهدتكم، كل عام وانتم بخير، وربنا يعيد علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا رب. مع السلامه.